اقعد ناكل لقمه قبل ما نروح. ماشي يا الله، هات لنا لقمتين كده من ايديك الحلوين. يلا مستنيك. حاضر. تعالي حبيبه قلبي يا روح. يلا تعالي. ايوه بقى، هات لنا بقى شويه سلطه حلوين من اللي انت مقطعهم بايديك. عينيا. يلا بقى. ايوه بقى حبيبتي، اسلم ايدك. تعالي. عارفه بنفسي في ايه يا بنتي يا روح؟ نفسك في ايه يا اخويا؟ نفسي اخلف عيل حلو امور كده ونسميه كرم، عشان لما يكبر يبقى اسمه كرم ابو المكارم. الله، اسم حلو قوي. نفتح له صيدلاني ويبقى صيدلاني كبير. يا سلام. اشمعنى؟ عشان كده نرد حق الصيدلي اللي عمله معايا. حاج انتلاه. يخرب بيتك. ايه ده؟ فين العكاز؟ ابو المكارم فين؟ فين ابو المكارم؟ انا ابو المكارم. في حاجه؟ انت ابو المكارم؟ في حاجه حضر الظابط؟ هاتوه. ايه ده؟ انا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه. انا عمل ايه؟ ما عملتش حاجه. عملت ايه يا ابو المكارم؟ انا ما عملتش حاجه. سبت السوق. الوزه ايه؟ وزه ايه يا واد؟ الوزه الست كانت جايباها نادر الالمام، وانا خدتها وكلتها. اللي قلت لك اعمليها ياما. يخرب بيتك، هو انت ما كنتش شاريها يا واد؟ لا ما كنتش شاريها. ابو المكارم. يا لهوي، ما عملتش حاجه. ادي اخر مشيك البطاط. يا نهار اسود، يا نهار اسود. هنعمل ايه يا اخويا؟ هنعمل ايه في المصيبه السودا دي؟ رايحه فين يا خالتي؟